بسم الله الرحمن الرحيم. بتقابلنا ساعات يا جماعه مشكله ان احنا نسينا الباسورد بتاع الادمن بتاع الورك سبيس بتاعتنا اللي هي الادمن بتاع الابيكس. طب اغيرها ازاي؟ احنا عندنا طريقتين هنعملهم مع بعض سوا. اول حاجه ان احنا عارفين ان احنا سطبنا الابيكس من المسار ده ويندوز، والفولدر اللي انت كنت حاطط فيه السيت اب بتاع الابيكس، فانت تقدر تفتح السي ام دي من هنا زي ما كنا بنعمل في السيت اب بالظبط. بعدين نعمل كونكت على سيكوال بلس، بعدين نكونكت بالسيس بتاعنا، وادي الباسورد تمام. بعد كده بقى لو انت مسطب على بي دي بي ولا حاجه هتنفذ الامر بتاع البي دي بي ده عشان تروح للحاجه اللي انت سطبت عليها، البي دي بي اللي انت سطبت عليه، ولكن على حسب البي دي بي بتاعتك اسمها ايه. انا بتاعتي اسمها او ار سي ال بي دي بي عشان المكان اللي متسطب عليه الابكس. بعد كده بستدعي البروسيدير دي اللي هي مسؤولة عن تشينج باسورد. نعمل ايت قبلها، وبعدين اسم السكريبت، وبعدين سيكوال، وبعدين نفذ. يقول لي اليوزر ادمن، لو انت عايز تعمل يوزر جديد تقدر تعمل يوزر جديد، ولكن لو احنا عملنا كده يبقى احنا اخترنا الادمن الايميل، وبعد كده هنعمل باسورد جديدة 1 2 تمام كده الباسورد اتغيرت تمام. هنا ممكن يكون عنده مشكلة في الباسورد ان هو مش كومبلكس والكلام من ده. تعال نرجع تاني ونخليها كده، لسه عايز سبيشال كاركتر، اتليست سبيشال كاركتر واحد بس. تعالوا نجرب ادمن تمام كده اتغيرت. تعالوا نجرب، انا عملتها والباسورد اتغيرت. يبقى دي اول طريقه يا جماعه. طب تاني طريقة ايه؟ تاني طريقة بقى من جوه السيكوال ديفلوبر، طريقة جميلة اوي من جوه السيكوال ديفلوبر. هنفتح السيكوال ديفلوبر عندنا كده، تخش على السيس بتاعتنا برضو. بعد كده احنا عايزين الجداول بتاع اليوزر والكلام ده موجودة جوه السكيما بتاعت الابكس بتاعتنا. طبعا الابكس مش متسطب هنا، متسطب على البي دي بي. فانت لما بتفتح السيس بتاع البي دي بي تقدر تشوف السكيما اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي سكيمة الابكس، وهي دي اللي فيها الجداول اللي احنا محتاجينها. طب ايه الجملة بتاعتنا؟ انا حاطط السكريبتات هنا هراجعها معاكم. اول حاجة هعمل الالتر للستيشن عشان ابقى فاتح السكيمة بتاعتنا اللي هي 22.1. هنفذ دي خلاص. ابدأ بعد كده اخد جملة سيلكت دي عشان اعرف اليوزر بتاعي اللي هو الادمن الاي دي بتاعه ايه. هعمل سلكتها كده عشان اتاكد. عملت يا جماعه سلكتها من جدول اسمه دبليو دبليو فلو فايند يوزر، وقلت له لما اليوزر نيم يبقى اسمه ايه؟ ادمن. قال لي والله انت عندك يوزر اسمه ادمن وده الاي دي بتاعه، فممكن بقى اروح اعمل ابديت على الجدول ده. وادي الجمله بتاعتنا، خدها كوبي، بعدين نروح هنا على الجدول بتاعنا، خلي دي موجودة قدامنا وننفذ الأمر ده. وادي الأدمن بتاعنا، واخد الأي دي بقى من هنا وأزوده له هنا تمام. وهنا أكتب الباسورد بتاعت اللي أنا عايزها، اس دي مثلا، دي اس اي 123 شيفت 1 تمام. وأعدل الباسورد بتاعتي للأدمن ده، عدلتها تعمل كومنت. ودلوقتي ما زال الأبكس مفتوح هنا اهو، هنعمل خروج من هنا يا جماعة، نحاول نجرب الباسورد القديمة اللي كانت متسجلة، هيرفض لأن أنا غيرتها. تعال نجرب الباسورد اللي أنا لسه مغيرها من هنا، مكتوبة غلط ولا حاجة، تعال نكتبها بإيدينا.
عمل لوجن. يبقى دي الطريقتين بتاعنا يا جماعه، الطريقه العاديه بتاعت السكريبت بتاع ابيكس العادي، والطريقه الثانيه ان انا بقدر اخش جوه السكيما بتاعت الابيكس واشوف الجداول، اشوف الاي دي اللي واخده اليوزر بتاعي، اللي ممكن يكون في يوزر تاني اسمه ادمن يا جماعه، عشان كده بعتمد على الاي دي كمان معايا. وخدوا بالكم لو حصل كمان ان اليوزر اتعمل له لوك، ففي بارامتر تاني هيتغير. لو عملنا سيلكت كده هلاقي ان في بارامتر اسمه اكونت لوك هنا اهو. لو حصل ان الاكونت اتعمل لوك، هتلاقي الكولم ده القيمه بتاعته واي، فساعتها بغيرها لان ومع الباسورد وهتشتغل ان شاء الله. كده يا جماعه الفكره بتاعتنا، قدرنا ازاي نغير الباسورد الادمن بالطريقه العاديه بتاع السكريبت بتاع الابكس، وبطريقه ان انا اخش جوه السيكوال ديفلوبر واخش على جداول الابكس نفسها. سلام عليكم.